السولد ماهوش للناس كلها، برشا عبيد تجي تشوف وكها شوفين تجي تشوف وضع غالب معناه بحكم وضعنا تو، بحكم معناه الدنيا غليت والعبيد ما عادش مركزه ياسر، ما عاد باش تلقاه يلوج كيفاش باش يجيب قوت صغار وكها معناه. والله السولد فما السولد في البلاد او الريو نفسه حتى يعملوا سولد ما نخلطوش برجولي، وبدا ولينا نهبطوا ناخذوا من الفري شوتينغ هذا مش شوتينغ. ولك ما عادش نخلطوا برجولي، لازمهم يشوفوا لنا حل. والله شو نقول لك، حسب القدره الشرائيه نتاع كل شخص معناها. نحيك انا على تجربتي الخاصه مع السولد، بالنسبه لي انا قبل ما يجي موسم السولد نعمل دوره في اللي بوتيك وكل شيء، ثم دي زارتيكل مثلا انا مثلا يعجبوني نجي بعد مده نعاود نرجع في السولد نلقاهم مازالوا هما البريم تاعهم ما طاحش، الوغ كو ثم دي برودوي دي زارتيكل اخرين ينقصوا فيهم، انا هما اللي ينقصوا فيهم، اللي مثلا بلوز موان دي مودي معناها مش يجيبوا ارتيكل جديد ولا سلعه جديده، هذوك يحطوهم سولد يهبطوا حتى 50%، ولا سينو حاجه الباهيه واللي دوت جام مثلا ولا كاليتي باهيه ما خليها كيما هو السوم تاعها. هو مازال فما سولت في تونس حمالتين ولدي بالرسمي مع العباد، مع السخال باش تشري تبش لا من السولد لا ما غير سولد، عباد وليت تاخذ من الفريب وحمد لله. وزادك تجي تشوف راه حتى الفريب تلقى فيه خشم مزيان خير من السولد. وبرضه ليا في تونس ما عادش فما شوبينغ، تصوروا شوتينغ شوبينغ بالعينين هكا سولد باهي سؤال. طيب هي القطعه ب 200,000 باش يعمل لك سولد 10% كان طارت 20% باش ينقص لك 20 30 دينار 170. شكون في الوقت هذا خالت انه يشري ما نعرفش انا تريكو ولا سرويل بالسوم هذاك؟ المنطق هو المنطق ولا مش هو؟ الحياه فهم، الحياه فهم زهره الحياه.